كروش لازم المدير الفني طلع برج الحوت. واحد مارس واحد ذكر مارس. الحوت اخبره ايه؟ ما هو برج الحوت على فكره زي ما قلت لك هو مجتهد وفنان وكله، بس المشكله في حاجه بتعوق يعني، يعني زي ما قلت بيعمل مشاكل يعني، بيبقى ماشي حلو بس في حاجه مع اصلها. ما هي دي مشكله الحوت. عنيد مثلا، عنيد جدا، كروش عنيد جدا يعني، مطلع عين الجماهير يعني، يا عم الواد بيلعب هنا المركز ده يعني، عارف لو ما كانوا مثلا برج العقرب كان ظبط الدنيا. العقرب يدير طبعا العقرب. طب اتحاد الكوره يتعامل ازاي مع مدير فني عنيد؟ ليها مداخل ولا صعبه؟ لا يعني يبقى يعني مش عارفه انا، بس بصراحه ما بفهمش في الكوره، بس انا العنيد عامه يعني الانسان العنيد عامه الواحد ما يعنيدش معاه يعني، ياخدوه بالراحه بالمسايسه، هو البني ادم العنيد كده.